لنادي الزمالك والكره المصريه ومونديالي طبعا، كان في سكواد كاس العالم فيفا روسيا 2018 مع منتخبنا الوطني طبعا مع هيكتور كوبر انذاك. كره هنا في قلب الملعب، رضا صلاح تهرب منه لكن تخدمه، التفاهم وانسجام وربط مش موجود، راح داس على كورته، فرصه الجونه صلاح، المره دي هدف شرعي، المره دي هدف شرعي، الهدف الاول، تفاهم وانسجام ما كانش موجود ولا ربط فيما بين لاعبي نادي الزمالك في مكان حساس على ارض الملعب، استغلها وراح وطار، وبرده ده لما يطير يسن رضا صلاح اللي داس على كورته وراح وامن وبص ورفع عينه وسدد كورته بهدوء وبثقه الكبار، مش مطرقه لكن موجهه وفي وقتها يخلص الكوره في شباك محمد صبحي، في شباك نادي الزمالك، واحد لا شيء، الجونه يتفوق على نادي الزمالك بعد ما سجل هدف كان فرانك ايتوجا وكان غير شرعي بداعي التسلل، هذه المره داس على كورته وراح هشام او رضا خلص ويولع لي الدنيا. ليه ناصر ماهر لما يبقى موجود هو واحمد حمدي يخلصوا ويريحونا في النتيجه وما يتعبوناش؟ لانه في الكلاس ايه، في الكريمه يعني بالنسبه ليه الكره، لما تجيب لاعب حتى لو كان جاي في يناير المفروض في الليفل العالي ما ياخدش وقت علشان يتاقلم، ينزل بتاثيره يخلص على طول، وده اللي بيفكر فيه جمهور الزمالك. لكن الوضع هنا عند شيكابالا وفرصه وهو الحل، ومن غيره التلت الهجوم للزمالك يختل، الهدف الاول، الزمالك يرجع على ارض الملعب، شيكابالا البيج ام محمود عبد الرازق شيكابالا، قلت ان الشوط الاول حل، من غيره التلت الهجوم يختل، يخدم على فتوح، وفتوح من اعلى نقطه وبهدوء يخلي الجونة في مرمى صبحي سليمان علشان يبقى الهدف الاول وهدف التعادل لنادي الزمالك مع الدقيقه 51 من عمر المباراه، دي السادسه من بدايه احداث الشوط الثاني. هنا شوف الكره اتلعبت بينيه وفي العمق، حتى لما يعني اخطا في التعامل ما بينه وما بين احمد حمدي، برضو تفاهم شويه بشويه لما يلعبوا مع بعض اكتر واكتر، فكره انه الاخطاء عنده محمود علاء ما يشفع ليه، وعنده الوقت انه يرد، ورد بهدف التعادل مع لاعبي نادي الزمالك وصانع الفارق كالعاده البيك ام، وجول الهدف الثاني، لسه بتكلم، جت سيرته شيكابالا خلص سامسون اكينولا، الهدف الثاني لنادي الزمالك مع الدقيقه 56، يسجل سامسون اكينولا هذا البنيني النيجيري، الهدف الثاني فاول، الكره اتلعبت من الخلف للامام لمسه واحده، ايه بمعلمه قال لك ما فيهاش تسلل، ضرب كل التسلل، سجل الاول وصنع الثاني، هو فتوح احمد ابو الفتوح بالمسطره، الكره من ورا طالعه لقدام بالمسطره عند فتوح علشان يلمسها لمسه ايه ولا اجمل، لعيب موجود من محمود علاء وينظف منطقه جزاءه كمان مره، هو كان هنا حمزه المستوس، لكن ترجع مره ثانيه، ضغط للجونه، ادي مازن ياسر يلف عرضيه حلوه راسيه، هدف التعادل، يعدل ايمانويل لاكي النيجيري، يحط الكوره في اجمل صوره راسيه، ومازن ياسر اشتغل، شفتوا تفتكروا لما قلت لكم لما نزل في بدايه احداث الشوط الثاني لسه ملحقش انه يتعامل، واتخطف من نادي الزمالك بهدفين، لكن بدا يشتغل الجناح البديل اللي يطير ويسهل حاجات كتير، لف كرة لفة محترمة، وقفة دفاعية سلبية من دفاع نادي الزمالك، يخلص كورته براسه، كان ايمانويل لاكي يسجل مع الدقيقة 75 هدف التعادل للجونة، كده ما قبل ان تبدأ المباراة على وضع الاشتعال، واكتر تزداد اشتعال، لاكي يعدل في احداث الشوط الثاني للجونة، 2-2 نار وشرار وكل مش فيه، ويرجع بسلام وامان باذن الله. ركنيه عبد الله سعيد تتلف، سكند بول مين مسدد، يحاول يسدد لكن بقلشه، تخبط هنا وتترد، تبقى هجمه مرتده للجونه، 4-1 فرصه تتحط الكوره، فرانكي توجا راح اي عرضيه بجول سدد، الهدف الثالث مع الدقيقه 81 يخلص فرانك ايتوجا يسجل الهدف الثالث لنادي الجونة على ارض الملعب، قلت ما تجيش غير كده، يدور على الهجمه المرتده بواقعيه يقفل ويلعب عليها ويستغل الطيارات الموجوده، اتلمست هنا الكوره فيها شك، ما فيهاش شك، خطوط الملعب تقول لما اتلعبت الكوره، الراجل فرانك ايتوجا كان سابق اخر مدافع من مدافع نادي الزمالك ولا لا؟ ادي كوره والتسديده بقلشه من عمر جابر، اتردد بهجمه مرتده، داس على كورته وراح اشرف مجدي وخدم على طيران
فرانك إيتوجا اللي بهدوء بص ورفع عينه وقرأ تمام.